بدأ مصرف البحرين المركزي منذ العام 2017 مشروعا طموحا لتحويل البحرين إلى مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط. فما هو التقدم المحرز على هذا المشروع؟ وإلى أي مدى ستغير التقنيات المالية الجديدة من شكل ومضمون القطاع المصرفي البحريني خلال المرحلة القادمة؟ أنشأ مصرف البحرين المركزي وحدة متخصصة في التكنولوجيا المالية، واستحدث الإجراءات التنظيمية والرقابية لدعم التحول الرقمي الكبير في القطاع المالي. والآن أصبح لدى البحرين 26 شركة تختبر تقنيات مالية جديدة، واستطاعت 7 شركات الحصول على موافقة المركز البحريني على نماذج عملها، بينما تم الترخيص نهائيا لشركتين. أنا أعتقد بسبب التحديات اللي حاليا يشهدها العالم، خاصة بسبب جائحة كورونا اللي هي قاعدة تدفع المستهلكين لطلب الخدمات الرقمية، راح في الفترة القادمة نشهد يمكن إقبال أسرع للتحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي. على سبيل المثال، المحفظة الإلكترونية الوطنية بنفيت بي شهدت نمو غير مسبوق. تستقطب البحرين نوعية جديدة من الاستثمارات من بوابة شركات التكنولوجيا المالية الجديدة، فقد كانت من أوائل الدول التي نظمت التداول في العملات المشفرة وتأسيس منصات التمويل الجماعي، وتعمل على تدشين سوق رقمي لبيع التقنيات المالية التي تجتاز اختبارات المصرف المركزي. في وعي الآن خصوصا في للاستثمار في التقنيات المالية في الشركات الناشئة، الوعي خصوصا في بعض الشركات العائلية في الجيل الثالث والشباب، وبعض كذلك صناديق الاستثمار اتجهت إلى الاستثمار في التقنيات المالية كأحد أفضل الخيارات للاستثمار في التكنولوجيا بشكل عام. البيئة الرقابية التجريبية التي وفرها مصرف البحرين المركزي لشركات التكنولوجيا المالية تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتوفر مصداقية لنماذج عمل مصرفي جديدة ومبتكرة. محمد الباز، سكاي نيوز عربية، البحرين.